فضيلة الشيخ، رجل حافظ للقرآن ومتقن له، ولكنه ليس بحسن الصوت، وآخر حسن الصوت ولكنه ليس بحافظ، فأيهما يقدم للإمامة إذا غاب الإمام؟ القراءة في الفريضة ما تحتاج إلى كثير حفظ، ولو يحفظ قصار السور تكفي والحمد لله. إنما هذا في صلاة التراويح، صلاة التهجد، هي التي تحتاج إلى حفظ. أما صلاة الفريضة فالقراءة فيها ما تيسر من القرآن، ولو سورة قصيرة، ولو آية أو آيتين، فلا حاجة إلى كثير الحفظ. ولا أظن هنا مسلم لا يحفظ شيئا من القرآن، هذا نادر إن هنا مسلم، خصوصا في عصرنا الحاضر وبشو التعليم والحمد لله، ما أظن هنا مسلم لا يحفظ شيئا من القرآن ولو يسيرا. فالمدار على تجويد القراءة، فالذي يجيد القراءة يتقدم ولو كان حفظه قليلا. نعم.